والمهم اليوم كانت الجلسة غير عادية، كانت مشحونة، كانت انفلاتات كبيرة جدا ومتعددة وخطيرة مارسها مجموعة من دفاع المطالبين بالحق المدني في مواجهة القضاء، في مواجهة الرئيس الشخصية. المسألة غير مبررة، مرتبطة بطلب عادي جدا تقدم به دفاع توفيق بو 20 الرامي إلى أمرين. الأمر الأول هو ملتمى الصراح عادي الذي يطلب في أي مرحلة من مراحل التقاضي، تم تقديم هذا الملتمس. وملتمس آخر متعلق بتأجيل الدعوة إلى الجلسة المقبلة بالنظر إلى كون توفيق بو 20 يعاني من وضع صحي في عينه اليمنى لا يرى بها، وأن عندما يواجه بالتهم ويدافع عن نفسه فمجموعة من الملاحظات مكتوبة في أوراقه، وبالتالي تعذر عليه قراءة ما يكتب. فالتمسنا يعني تأجيل الملف إلى جلسة قادمة، فطارت طائرة الدفاع المطالبة بالحق المدني إلى درجة تجاوزت خطرة جدا. المهم حاولنا ما أمكن نوضحوا للمحكمة أن الموقرة يعني واجهت الطلب ديالنا، المؤسس على مرتكزات قانونية قوية، ولكن للأسف يعني دائما لا توفيق بو 20 الذي يتهم بالمناورات ويتهم بالتحايل ويتهم بأنه يسبب في ارتباك الجلسة، ويتهم دفاعه بأنه يعني كاذب ومزور، زور على المجتمع الدولي، زور على الأمم المتحدة. فبالتالي ما عندما يفتقدون الحجج والأدلة يعني يلتجئون الى الاتهامات والى اثاره البلبله والشغب داخل الجلسه، وهذا ما وقع اليوم. المهم بالنظر الى الوضع الصحي لتوفيق بو 20 المحكمه استجابت للتاجيل الى الجلسه المقبله ان شاء الله تعالى.